ولمزيد من المتابعة مع دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أهلا بك من جديد دكتور مدحت. تحياتي واحترامي لحضرتك من جديد أستاذة آدا والأهل مسبيرو جميعا. أهلا بحضرتك. شفنا أصداء المؤتمر الصحفي، مؤتمر صحفي بين دولتين شقيقتين ضاربتين في الجذور التاريخية والإسلامية والشرق أوسطية، وضوح رؤية وتماثل وتماهي في معظم القضايا، بداية من القضية الفلسطينية وصولا وحل الدولة الواحدة، وصولا لقضية مصر الكبرى الحالية وهي المتعلقة بسد الخراب الأثيوبي وما إلى ذلك، اتفاق على ضرورة أن يكون هنالك اتفاقية ملزمة في هذا الشأن، اتفاق على حضارة أوزبكستان والحضارة المصرية، اتفاق على الأزهر الشريف ودوره. أوزبكستان ومصر بيجمعهما منظمة التعاون الإسلامي، وبيجمعهم حركة عدم الانحياز، وبيجمعهم منظمة شنغهاي للتعاون. صحيح. ومن الجدير بالذكر أن أوزبكستان بعد زيارة السيد الرئيس لطشقند 2018 كانت من الدول الداعمة وبشدة وبإصرار دبلوماسي غير عادي على عضوية مصر في دخول مصر كعضوة في منظمة شنغهاي الاقتصادية. تمام. مصر وأوزبكستان بيتفقوا ان هم ايضا طريق الحرير القادم للتجارة والاقتصاد وما الى ذلك. الاتفاق على كل هذه التسع محاور او التسع اتفاقيات يا استاذة آدة بمحاورهم الهامة يعكس رؤية واضحة للبلدين الصديقين على استمرار والبناء على الأسس التي وضعت في طشقند 2018. تمام. وباستكمال المسيرة وضعت اللبنات الأساسية للمسيرة أيضا في مصرنا الحديدة 2023. وبالمناسبة مصر كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان 1961، وفي 1993 مصر بدأت أول سفارة مصرية عربية شرق أوسطية تصل إلى أوزبكستان. هم كمان ذاكرتهم قوية، وشعب مسالم، هم شعب بيقع يعني لو حضرتك شفت الخريطة أكيد عارفاها يا أستاذ، بين كازاخستان وتركمانستان وطاجكستان وحواليهم عشق أباد وأفغانستان وكابول، ومع هذا هم مميزين في علاقاتهم، حضاريون لا ينشدون العداء لأحد من هنا أو هناك، يحققون مصالحهم بطريقة شبيهة بالأمة المصرية، لا تحارب إلا من يحاربها فقط ولا تعتدي على أحد عبر العصور التاريخية وما إلى ذلك. يجندون الأزهر، يجيدون الحل الأمثل معنا، هو متشابه معنا في القضية الفلسطينية. برامج طريق الحرير هي أيضا نفس الحكاية. ثم انتقلنا إلى ما يمثل أبعاد الاقتصاد والصداقة المصرية الإخراجية، تسع اتفاقيات في مجال التعليم، في مجال السياحة، وهنا أضعها بين قوسين لأنها هامة جدا على الطريق القادم وما إلى ذلك. الصناعة، الزراعة، قد يرى البعض أن أوزبكستان دولة ليست لا يتردد اسمها كثيرا في المحافل العالمية الصناعية والاقتصادية، ولكنهم هم محور، ولولا أنهم محور في هذا الأمر ممر طريق الحرير في السابق وفي الحالي من أوزبكستان، دولة محورية عندهم ثقافة متقدمة، ينشدون أيضا بمناسبة الثقافة، ينشدون أيضا وصول الأدباء والفنانين المصريين وما إلى ذلك، ويودون توقيع اتفاقية ثقافة للاستعراض. مسرح الأزبكية وحديقة الأزبكية هي في الأصل كانت من هداياهم، مقياس النيل أحمد الفرغاني هو من قدمه، وقد طلب السيد الرئيس الأوزبكستاني، وهذا يتضح في حديث رئيس أوزبكستان حينما تحدث بتقدير شديد جدا لمصر والقيادة السياسية المصرية ولشعب مصر، إنما ينم عن أن الحضارة المصرية مؤثرة بشكل كبير في أوزبكستان وعلى الأصعدة كافة. وهذا يتضح أيضا من اتفاقيات التفاهم كما ذكرت حضرتك أنه بها اتفاقية خاصة بالثقافة. لا
نعم، واتفاقية الثقافة، وهو يدعو إلى عقد، اللهم صل، يدعو إلى عقد جمعية صداقة باسم أحمد الفرغاني، تكون تمام. مصرية أوزبكستانية، هو هذا هو مؤسس مؤشر النيل وما إلى ذلك، ولكن وعلى ويدعو الفنانين والأدباء المصريين إلى الوصول إلى هذا، ويعتبر هذا دورا يصعب أن تقوم به دولة أخرى غير مصرنا، ويشكر ويثمن هذا في أكثر من موضع خلال زيارته الرئيس شوكت الحالي، في أكثر من موضع يشير إلى الثقافة والأدب والفن المصري. تمام. لكن ما أسعدني أيضا الاتفاقيات الخاصة بالسياحة، بالتعليم العالي، صحيح. بالصناعة، بالتعميق ما بين أنوار الأزهر، هنالك ألوف من الأوزبكستانيين يقدمون إلى مصرنا الحبيبة ويتعلمون في الأزهر، وأشاد الرئيس شوكت بهذا. وأيضا السياحة والصناعة والتطور في المجالات الزراعية، هم متطورون قد لا نلمح أسماءهم كثيرة في مؤتمرات وهنا وهناك، لكنهم متطورون في المجالات الصناعية والزراعية وما إلى ذلك. يتطلعون دائما أوزبكستان من الدول يا أستاذة أدا اللي هي اتفاقياتها بتكون وين إز وين، يعني تستفيد وأستفيد، تكسب وأنا أكسب، وليست لاتفاقيات الإزعاج، على الرغم أنهم في وسط أوروبا، وما أدراك ما أوروبا والاتفاقيات الأوروبية وما إلى ذلك، إلا أنهم حنينهم الإسلامي وثقافتهم دكتور وأبعدهم مدحت، إلى أي مدى التقارب الثقافي والشعبي يعني يعزز بشكل كبير جدا التقارب السياسي والاقتصادي أيضا؟ وصول الفنانين إلى مصر وتعليمهم في مؤسسة الأزهر هو يجعلهم يعودون بكل جديد عن مصر ويروون عن حضارتها الكثير، ولقد صادفت الأمر كثير منهم في معارض الكتاب وفي ندوات علمية وما إلى ذلك، هم شغوفون بالحضارة المصرية ويقولون دائما، أذكر إن أكثر من طرف من الذين قابلته كان يشيرون إلى الأهرامات والآثار المصرية القديمة إشارات جادة غير عادية، وكانوا يخبرونني أنهم كان لديهم بنايات إسلامية غير عادية هناك، وحينما حصل الحزب المغولي تم تدميرها، وحينما اعتنق المغول الإسلام قاموا بإعادة بنائها وما إلى ذلك. يدلون الحضارات الإسلامية والفرعونية المصرية المدى الغير عادي، ويتحدثون ويأخذون الصور وما إلى ذلك. لذلك سعدت بالاتفاقية في المجال السياحي، فبناء على مقابلاتي ولقاءاتي معهم أستطيع أن أقول أنها بإذن الله ستتحرك تحرك إيجابي المصريين، ونسعد بهم ويسعدوا بنا، وبالإضافة إلى التعليم في الأزهر وما هو ذلك الذي يعتبرونه منارة يصعب إغفاله. أخيرا دكتور مدحت، يعني اتضح من المباحثات بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزبكستان، وما أشار إليه رئيس أوزبكستان، أنه تم تناول عدد كبير جدا من الموضوعات الدولية، ومن بينها طبعا إيجاد حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني. هذا التقارب في وجهات النظر إلى أي مدى يعزز سياسة مصر الخارجية على الأصعدة كافة؟ هي إشارة إيجابية لما تعتني به الأمة المصرية الحالية وقيادتنا السياسية. كلنا نذكر يا أستاذ آسر سيادة الرئيس في مؤتمر كوب 27، ما هو فاجئ العالم بالدعوة إلى السلام والدعوة إلى حل النزاع الروسي الأوكراني وما إلى ذلك. وكانت الإيجابية جادة من الفريق الروسي ومن الفريق الأوكراني. الدبلوماسية الروسية أعلنت عن ترشيدها بمبادرة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشهر، وكذلك الدبلوماسية الأوكرانية. وبالفعل وكحضرتك تذكري من أسبوعين عندما وصل وزير الخارجية الأمريكي وبدأ مفاوضاته مع مصرنا الحبيبة، ثم غادر متجها إلى الدول في المنطقة الشقيقة، طار وزير الخارجية المصري إلى الاتحاد السوفيتي، إلى روسيا في نفس هذا اليوم، حاملا معه مؤشرات قد تكون إيجابية وقد تكون مقبولة من الجانب الروسي والأوكراني وما إلى ذلك. الدور يصعب إغفاله أستاذ آدم، يصعب إغفاله
اقتصاديا، عربيا، سياسيا، اجتماعيا، عسكريا، ثقه غير عادي لمصرنا الحديث. ولكن مصر تلعب هذا الدور باتزان مع كافه المواقف. وكما قلت في بدايه المداخله، نحن لا نعادي احدا الا من يعادينا، وحينما نطلب ونصر على اتفاقيات معينه فهي لحمايه كل ما يخص الشعب المصري، ولسنا دعاه حرب او طوال عمرنا في هذا المجال. لذلك حينما تتطابق الرؤيه بين مصرنا الحبيبه وجمهوريه اوزباكستان في هذا الشان، فايضا وقت اوروبا تضرر من الحرب الروسيه الاوكرانيه، بل ازعم ان العالم كله تضرر الا بعض المستفيدين الذين هم ما زالوا ينفقون في النيران كي يحققوا ماربهم هم، وليست مارب اوكرانيا او روسيا او ما الى ذلك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت الصالح، استاذ الاداره والتنميه المستدامه، كنت معنا عبر الهاتف.